شوف يا استاذ ابراهيم، انا من المقتنعين جدا جدا باهميه الرياضه في انها تشاور على قيمه الدول وقيمه العلاقات. اي يعني لما قلنا قبل كده ان ما فيش حاجه المزج بين الرياضه والسياسه، الرياضه يجب الا تقودها السياسه، ولكن لها مؤكد لها تاثير جامد جدا على الموقف السياسي. يعني امريكا والصين بداوا العلاقات من خلال مباراه تنس الطاوله لو تذكر. صحيح. بدات العلاقات الدبلوماسيه والاسترخاء في العلاقات والكلام ده. فالرياضه قد تكون سلاح مسموم وقد تكون مشعل اولمبي يقود الدول الى الاهداف النبيله. في الدورات الاولمبيه مش من فراغ ان الشعلة دي ليها مراسمها قبل الدورات الاولمبيه وبتتحرك والعالم كله بيتابعها، لان هي ليها رمز لتوحيد الشعوب على هدف سامي. وحلقات القارات الخمسه تتشابك، الهدف السامي لما تشوف الاهداف الاولمبيه، الهدف المشاركه قبل الانتصار، الهدف انك الفير بلاي، انك انت تنتصر للقيمه الرياضيه من خلال الا تفوز بغرور والا تهزم بانكسار، كل دي قيم بتبني الانسان. فالنهارده مؤكد ان الرياضه بتلعب هذا الدور لما رئيس جمهوريه جنوب افريقيا يشير الى انتقال موسيماني الى النادي الاهلي، هذا تقدير لان دي خطوه يعتقدوها انها خطوه مهمه الى الامام بالنسبه. صحيح. ان في مدرب جنوب افريقي ذهب الى نادي القرن في افريقيا يدربه ويعلمون قدر النادي الاهلي، يشير الى هذا رئيس الجمهوريه، هذا بيحطنا امام مسؤوليه اذا احنا نبقى نعمل مينتننس او صيانه لهذه العلاقه. صحيح. عشان ما نخيبش امل حد.